اهلا بكم مشاهدينا في فقره جديده من فقرات ذا دكتورز. انا عايزه اقول لكم ان من اكتر المشاكل اللي ممكن تهدد اي علاقه زوجيه هي مشكله سرعه القذف. يمكن معظم الناس ما تبقاش عارفه السبب الاساسي او الرئيسي للموضوع، روتس الموضوع منين بالظبط، بس في عوامل معينه ممكن تكون بتزود المشاكل اكتر. تباطؤ في الهرمونات، العوامل النفسيه، الانفايرمنت او البيئه اللي الشخص موجود فيها، كل ده هنتكلم عليه وهنعرف اسبابه وطرق علاجه اكتر. بس اسمحوا لي الاول ارحب بالقيمه العلميه الموجوده معايا النهارده في استوديو ذا دكتورز، استاذ دكتور خالد حافظ، استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، دكتوراه أمراض الذكورة وجراحات المسالك البولية، مدرس بكلية الطب جامعة طنطا، زميل يونيفرسيتي كوليدج لندن بإنجلند، زميل كلية الجراحين الملكية بجلاسكو بإنجلترا، عضو الجمعية الأوروبية لجراحة المسالك البولية. اهلا بيك يا دكتور خالد ومنور شاشه اكسترا نيوز. الله يخلي حضرتك، شكرا جزيلا. اول حاجه بقى يا دكتور نعرف المشاهدين التوبيك اللي احنا بنتكلم عليه او موضوع الفقره النهارده، وهو مشكله سرعه القذف. عرفنا بالمشكله دي. تمام. بدايه انا احب اشكر حضرتك جدا ان احنا خدنا الفرصه دي ان احنا نتكلم على موضوع سرعه القذف، وده لانه موضوع مهم جدا ومنتشر. الموضوع ده انتشاره بحوالي من 20-30% من الرجال بيعاني من سرعة القذف، وأنا ظني أن الانتشار الموضوع ده أكتر من كده كمان، لأن المريض ساعات بيخجل أنه هو يروح للدكتور يشتكي من حاجة زي كده. تمام. دي أول حاجة. الحاجة الثانية أن الموضوع ده بيأثر على حياة المريض جدا، بيأثر عليه وبيأثر على زوجته، بيعمل مشاكل كبيرة جدا لما بيبقى سيفير أو درجة عالية من درجات سرعة القذف، بيأثر عليه في حياته في شغله، فموضوع مهم جدا. نيجي لسؤال حضرتك بالنسبة للتعريف، هو في تعريفات كتيرة موجودة في الليتريتشر أو في الأبحاث العلمية. التعريف الأولاني بيقول إن سرعة القذف هي نزول السائل المنوي قبل أو بعد دخول العضو الذكري بحوالي 2-5 دقائق. أوكي. التعريف الثاني، وأنا أميل لهذا التعريف، بيقول بيربط سرعة القذف بمدى رضا الزوج والزوجة من العلاقة الزوجية. تمام. وأنا بميل لهذا التعريف. يعني لو الوقت بتاع نزول السائل المنوي دقيقة بس الزوج والزوجة مبسوطين من العلاقة، خلاص ما بينطبقش عليهم تعريف سرعة القذف. لو الوقت 3 دقائق أو 4 دقائق وهما الاثنين بيشتكوا، بينطبق عليهم تعريف سرعة القذف. بس أعتقد أن الموضوع لازم يكون مثبت بمعايير علمية أكتر ما هي عوامل نفسية ما بين الزوج والزوجة. طبعا لازم يحصل تقييم كامل للزوج، والزوجة كمان ممكن تحضر الجلسات دهيت. لازم يبقى فيه هيستوري أو ناخد التاريخ المرضي بتاع المريض بالتفصيل، نعرف فيه مشاكل نفسية ولا لا، نكشف على المريض برضو نعرف فيه التهابات موجودة أو أسباب عضوية موضعية تسبب سرعة القذف ولا لا، بنعمل بعض الفحوصات برضه عشان نطمن ان مفيش سبب معين يؤدي الى سرعة القذف، وبعد كده بنبدأ نناقش خطة العلاج بتاعتنا. طب احنا عايزين نقف عند جزئية التشخيص، ازاي بيتم التشخيص يا دكتور؟ هو كقاعدة عامة في كل امراض الذكورة التشخيص بينقسم الى قسمين، القسم الاولاني التشخيص الاكلينيكي. أوكي. والقسم الثاني هو الابحاث سواء تحاليل او اشعات. تمام. بالنسبة للتشخيص الاكلينيكي زي ما قلت حضرتك لازم ناخد تاريخ مرضي مفصل من المريض، هيستوري كله بالكامل، السكشوال هيستوري كمان، الباست هيستوري، هل عمل عمليات قبل كده، بياخد علاجات معينة، ادوية معينة، يعني هيستوري ان ديتيلز بالتفصيل. تمام. بعد كده بيجي حاجة مهمة جدا اللي هي الفحص الإكلينيكي، لازم نكشف على المريض لأن في ناس كتيرة ما بتكشفش على المريض. تمام. ساعات بيبقى فيه سبب موضعي، التهابات في مجرى البول، التهابات في البروستاتا، في ناس بتقول إنها ممكن تسبب وناس بتقول لأ، يعني في خلاف في النقطة دي. أوكي. بس anyway لازم يبقى فيه فحص إكلينيكي كويس للمريض. ده بالنسبة للناحية الإكلينيكية. الجزء الثاني في التشخيص هو الأبحاث، الأشعات والتحاليل. في تحاليل بسيطة جدا بنطلبها بس عشان نطمن ان مفيش التهابات في مجرى البول. أوكي. او التهابات في البروستاتا تكون هي potential cause، يعني او سبب يؤدي الى سرعة القذف، لان العلاج في المقام الاول هو علاج السبب. طب احنا دايما بنتكلم على العلاج، وقبل ما نتكلم اكتر على الطرق الجديدة في العلاج وازاي مركز مصر للذكورة بيتميز بطرق جديدة في علاج هذه المشكلة، دايما بيبقى في شق نفسي للموضوع. تمام. يعني انا بقول في مشكلة عضوية او شق عضوي في الموضوع، ممكن يكون في خلل نفسي، انا عملت كل التحاليل وعملت كل حاجة وما فيش سبب يذكر يتقال ان لا المشكلة بسبب ده السبب الرئيسي. فعلا. هتعامل مع المريض ازاي؟ لو احنا اكتشفنا من خلال الهيستوري ومن خلال الفحص الاكلينيكي ان السبب نفسي، ان العيان بيعاني من توتر شديد او قلق
او علاقته بزوجته فيها مشاكل، بنوجهه للسايكوسيكشوال ثيرابيست، يعني دكتور متخصص في العلاج النفسي عشان يحل النقطه دي. وفعلا في شق كبير من العيانين بيكون المشكله عندهم نفسيه مش عضويه يعني. طب ايه بقى ممكن يا دكتور خالد ان احنا نقسمها لتو جروبس او مجموعتين كده؟ الطريقه التقليديه اللي كان بيتعالج بيها مشكله سرعه القذف، واللي بيتميز دلوقتي بيها الطرق الجديده اللي موجوده في مركز مصر للذكوره مساهمة بقى في حل المشكلة دي. أنا بشكر حضرتك على السؤال ده، ده فعلا ده الكور بتاع الحلقة، ودي الرسالة اللي احنا عايزين نوصلها، إن العلاج عبارة عن تو مين كاتيجوريز، شقين كبار. الشق الأول علاج تقليدي كل الناس عارفاه، زي الإقراص اللي بالفم، الـ SSRI أو السيلكتيف سيروتون ري أبتيك إنهبيتورز، دي أدوية معينة بتأخر القصف لفترة معينة بس ما بتجيبش نتيجة مرضية مع كل الناس. العلاج التقليدي التاني هي العلاجات الموضعية، سواء كانت كريمات أو رش بخاخ أو حاجات زي كده. دي حاجات بتقلل الإحساس بتاع الجلد بتاع العضو الذكري وبالتالي تؤخر القصف. تمام. دي العلاجات التقليدية بيجيب نتيجة مع بعض الناس، بس في شق كبير، في شريحة كبيرة من المرضى ما بتستجبش للعلاجات دي. النقطة التانية الجديد اللي احنا بنقدمه في مركز مصر للذكورة، انا شرفت بان انا عملت ابحاث كتيره في الفتره اللي كنت فيها في انجلترا على موضوع سرعه القذف، منهم بحث هنعرضه على الشاشه كمان شويه. اوكي. في نيو لاينز يعني اوف مانجمنت، في اللي احنا اشتغلنا عليه حقن موضعيه بتتحقن في نقط معينه. ده ريسيرش يا دكتور. ده الريسيرش اللي احنا عملناه، بيتكلم على البريماتور ايجاكوليشن ان جنرال، تشالنج نيو اند اولد كونسبتس، الحاجات الجديده والقديمه. فالجديد في الموضوع حقن موضعيه بتتاخد بطريقه معينه بجرعه معينه، بنعمل تايتريشن للدوز، وبتتاخد الحقن دي اولترا ساوند جايدد، يعني بنعمل سونار نشوف بالظبط النقطه اللي نحقن فيها، وبنبدا نحقن الجرعه المناسبه للمريض المناسب. تمام. اللي احنا لقيناه الحقن دي امنه جدا، فعاله جدا، بتزود الوقت بتاع المريض حوالي 3 اضعاف، يعني اللي كان الوقت بتاعه دقيقتين بيبقى 6 دقائق، 3 دقائق بيبقى 9 دقائق، ودي نتيجه ممتازه جدا. النقطه برضو اللي انا عايز اوصلها ان العلاج الجديد بتاعنا دوت مفيد في نوعين، mainly two types of patients، يعني في نوعين أساسيين من المرضى. النوع الأولاني newly married، اللي هو حديث الزواج. تمام. لأن في أول الجواز بيبقى الإثارة قوية جدا، فبيحصل قصف سريع جدا، حتى ساعات بيبقى قبل الدخول. دي مشكلة كبيرة. النوع الثاني الناس اللي عندهم درجة كبيرة عالية جدا من درجات سرعة القصف، يعني بيحصل حتى لو هو مش newly married، ممكن يستفيد جدا من اللاين الجديد. فدول النوعين الاساسيين اللي ممكن يستفيدوا من العلاج الجديد بتاعنا. طب ده يعتبر لاين جديد دكتور خالد. تمام. احنا عندنا المشكله ان احنا كبيشنتس او كمرضى الموضوع هيبقى حسب الريسبتيف، ان انا دلوقتي كبيشنت انا بشوف لاين اوف ميديكيشن جديد او طرق علاج جديده، هبقى خايف ان انا ابقى فارض تجارب. طب ما انا امشي ورا الناس ورا الصيدلي ورا الحاجات اللي هي الموضوعيه ورا ورا ورا. رأيك في الجزئية دي؟ القصة كلها ان انت تروح لحد متخصص، حد امين ومتخصص. مدام رحت لحد امين ومتخصص خلاص هو هيعمل لك الصح. يعني احنا ما بنحولش المرضى على اللاين الجديد ده مباشرة، احنا بنقيم العين كويس، بنشوفه خد العلاجات التقليدية جابت معاه نتيجة ولا لا، بنشوف هل في سبب، في بوتنشال كوز للمشكلة دي، عنده التهابات، عنده مشكلة نفسية. بنعالج الاسباب اولا، بنقيم العيان كويس، ولما نتأكد بنسبة 100% ان هو كانديديت للعلاج الجديد بنبدا نديله علاج جديد. الميزه في العلاج الجديد ان هو فعال وامن، يعني حتى لو المريض ما عجبوش النتيجه بتاعه العلاج، وانا يعني استبعد هذا، حتى لو حصل العلاج ملوش اي اثار جانبيه، ما بيتعبش المريض في اي حاجه، فما فيش منه اي مشكله يعني. وانا متوقع ان العلاج ده خلال الايام او الشهور القليله القادمه هينزل في الجايد لاينز، يعني هيبقى الستاندرد. ستاندرد بالظبط كده. طب احنا ممكن نقول ان شريحه كبيره من الناس ممكن تستفيد من النيو لاين اوف ميديكيشن، ولا هيبقى عندي ناس استثنائي جدا او الموضوع اكسبشنال جدا بالنسبه لهم ككيسز مرضى السكر عندهم مرض معين مصاحب للمشكله دي مش هينفع اللاين اوف تريتمنت ده معاهم؟ لا، هو زي ما قلت حضرتك هو علاج بسيط، حقن موضعيه بتتاخد بالسونار، مفيش منه مضاعفات، وبالتالي مفيش استثناءات، مفيش كونترا انديكيشن للعلاج ده، يعني مفيش مريض اقول لا لو خد العلاج ده يحصل له مشاكل. لا بالعكس، يعني هو يصلح لكل المرضى، بس هي النقطه ان انا اختار العلاج المناسب للمريض المناسب. يعني لو مريض الوقت بتاعه كويس وبيستجيب كويس جدا للعلاجات التقليديه، الاقراص والحاجات الموضعيه، مفيش مشكله ان هو يكمل على نفس العلاج. فاحنا نختار المريض المناسب، يعني دي جزئيه البيشنت سيلكشن وهنتكلم عليها ان شاء الله باستفاضه في فقرات اخرى. انت نورتني وشكرا جزيلا. الله يخلي حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا.
بشكر استاذ دكتور خالد حافظ استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره، دكتوراه امراض الذكوره وجراحات المسالك البوليه، مدرس بكليه الطب جامعه طنطا، زميل يونيفرسيتي كوليدج لندن بانجلترا، زميل كليه الجراحين الملكيه بجلاسكو بانجلترا، عضو الجمعيه الاوروبيه لجراحه المسالك البوليه. مشاهدينا من خارج مصر للتواصل مع مركز مصر للذكوره عن طريق ابلكيشنز فايبر واتساب على الارقام المبينه على الشاشه. بشكرك مره اخرى دكتور خالد، شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعايه الله.